العملية التعليمية من التلقين إلى الإبداع والابتكار. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة الأستاذ شادي عابد، معلم لغة إنجليزية، والحقيقة هيكلمنا عن إزاي الطالب في الفترة الحالية لازم يكون له مهارات مختلفة تماما عن الطالب يعني في فترة ما قبل الكورونا. خلينا نقول إنه جائحة كورونا جت للعالم كله وكان فيها طبعا أكيد الكثير من السلبيات في طبعا المجالات الصحية، المجالات الطبية، يعني فعلا بنتمنى إن ربنا يمن بالشفاء على العالم كله. لكن خلينا نقول إنه في الجانب التعليمي كان لينا وقفات كتيرة جدا، والحقيقة في مصر يمكن كان مسار تحول كبير جدا جدا للعملية التعليمية، وفي يعني متطلبات ومهارات كتيرة جدا 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 ظهرت، وتكلمنا عن المنصات وتكلمنا عن التعليم الإلكتروني ومفاهيم كتيرة جدا جدا مرتبطة بالعملية التعليمية. حالا مع أستاذ شادي هنتكلم مع حضراتكم ونشوف العملية التعليمية في مصر في الفترة الحالية وإزاي ممكن تتحول من التلقين الى الابداع. برحب بحضرتك معانا استاذ شادي، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا ومشرفنا جدا في مصر التعليميه. خلينا نقول بدايه، جائحه كورونا زي ما قلنا في مقدمه الحلقه جت يعني على العالم كله الحقيقه، خلينا نقول طبعا بخسائر في مجالات كثيره جدا، لكن في العمليه التعليميه ويمكن في مصر تحديدا يعني لينا شكل مختلف ولينا تصور يعني نقدر نقول في ابعاد كثيره جدا. حضرتك شايف اولا ازاي العمليه التعليميه في مصر اختلفت في نقدر نقول من مارس اللي فات لحد النهارده؟ والله هو احنا قبل الكورونا يعني قبل جائحه كورونا كانت وزاره التربيه والتعليم كانت اخذت خطوات متقدمه جدا في البحث العلمي. لان لما نيجي نشوف عدد سكان مصر او مكانه مصر مع عدد الناس او الباحثين العلميين، فاحنا ما نقولش لا دي مش مكانه مصر ابدا، احنا مكانه مصر افضل من كده 100 مره. فقررنا او قررت الوزاره هي الاهتمام بالبحث العلمي وتحويل الطالب من طالب حافظ الى طالب مبتكر. وعلشان يكون عندنا طالب مبتكر فاحنا عايزين معلم مبتكر. وعشان يكون عندنا معلم مبتكر قبل الكورونا كانت وزاره التربيه والتعليم قامت بتدريب المعلمين على نظام جديد، على تغيير المنظومه او تغيير النمط عشان نطلع باحثين علميين. يبقى انا عايز الطالب حتى لو هو في مرحله ابتدائيه مش حافظ جزء المستر اداه له وبعد كده اداله سؤال المستر برضه هو اللي حله، الطالب بيروح يحفظه ويرجع تاني يوم يجاوب على نفس السؤال اللي المدرس اداه له. لا، احنا عايزين الطالب حتى وهو في المرحله الابتدائيه يكون باحث مبتكر. قامت وزاره التربيه والتعليم سياده الوزير طارق شوقي باعطاء تعليمات لتدريب المعلمين على انماط مختلفه. تدريب المدرس على شكل معين من الشغل، شكل معين من الاعمال، فكنا احنا مدربين. لما جت مرحله كورونا احنا بنطبق اللي احنا كنا مخططين له. يعني احنا ما اتفاجئناش. يعني حضرتك في مصر الحقيقه يمكن فعلا احنا كنا في بدايه المسار الحمد لله، ما كناش يعني بعيد، لكن لا 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 نهائيا احنا قبل كورونا. ودي حاجه كويسه الحمد لله. احنا التدريبات بتاعتنا بدا قبل كورونا، يعني التدريبات بتاعت المعلمين وتدريب المعلم على ان المعلم مبتكر والطالب يحوله الى مبتكر وتعلم ذاتي قبل الكورونا. يعني احنا كنا جاهزين كوزاره التربيه والتعليم، وكان عندنا المنظومه الصف الاول الثانوي والتابلت والحاجات دي كلها، فكنا شغالين فعلا. يعني كانت محطوطه في السلسله بتاعتها، واحنا سمعنا عن مفهوم التعليم الالكتروني طبقناه بالفعل يعني الحمد لله وقتها. فده جه علينا بقى للمراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه، كان خلاص احنا بادئين في المسار. حضرتك شايف بقى الحمد لله ان احنا الفتره اللي هي من مارس اللي فات لشهر 12 دلوقتي حوالي 9 شهور تقريبا، في مدارس الحقيقه ما وقفتش، يعني طول فتره الصيف كانت شغاله من خلال منصات كتيره جدا ومن خلال شغل كتير جدا. الابحاث اللي اتعملت الحقيقه كان فيها تطبيق كبير جدا 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 لمفهوم التعليم الالكتروني، ويمكن وقتها فعلا سياده الوزير في تصريحات كتيره جدا قال انه الطالب بس مطلوب منه ان هو يبحث وان هو يعني يظهر شكل المعلومه اللي واصله له من كتاب المدرسه من اي مصدر، ما فيش اي مشكله. خلينا نقول هنا الطالب بقى لازم يكون ليه مهارات الاول استاذ شادي، وبعدين هنتكلم كمان عن مهارات اساسي العمليه التعليميه المعلم، ومهارات الحقيقه الولي الامر اللي لازم يبقى فعلا عامل بيئه داعمه او بيئه محفزه للطالب والمعلم عشان يقدر الطالب يتعامل مع العمليه التعليميه بالشكل. بالنسبه للمعلم احنا بنشوف طبعا على يعني منصات التواصل الاجتماعي ان اولياء الامور بتتكلم ان المعلم مش بيشتغل في الفصل، او احنا رحنا السنه دي ومفيش شغل. حضرتك اهو عارف هو بس هو بس المعلم هنصلح بقى. المعلم مش ان هو ما بيشتغلش، المعلم بس دوره اتغير.
اختلف اتغير ازاي؟ لان التدريبات سنتين. هل بعد ما المعلم يقعد سنتين او اكتر في تدريبات عشان يغير انماط التدريبيه بتاعته هيرجع يشتغل بنفس النظام القديم؟ لا طبعا، اكيد في انماط جديده بيبدا يتعلمها، واكيد في سلوكيات كتيره هيبدا يتعلمها. لما المعلم يخش الفصل ويشتغل 10 دقائق مش معنى الكلام ده ان المعلم اتغير او المعلم مش هو شغال. لا، ده هو معنى الكلام ده ان الطالب اشتغل 35 دقيقه، وده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الطالب هو اللي يشتغل، هو اللي يعمل. ده المعلم حاليا دلوقتي في النظام الجديد دوره اصعب واقوى واكبر من اللي فات. اللي فات يعني إزاي؟ اللي فات كان المعلم عنده منهج محدد، صح، بين اطارين، صح، بيخش يحفظه وبيخش يكتبه على السبوره ويكتب الواجب والطالب يحفظ الواجب وخلاص. صح. اما دلوقتي علشان المدرس يخش يعرض موضوع في دقيقه، معنى الكلام ده ان المدرس ده دخل على اكتر من مصدر من مصادر المعرفه، دخل على بنك المعرفه، دخل على المنصات عشان يبدا يوجه الولد او الطالب، يقول له انت حضرتك هتتفرج النهارده على كذا وكذا وكذا، هتخش لازم يكون متابع قنوات البث المباشر، قنوات حصص او منصة حصص اللي نازلة اللي هي هدية من وزارة التربية والتعليم لكل المصريين. احنا عايزين نستعرض لسه حالا مع كل المنصات الموجودة، منصات رائعة جدا جدا جدا. حالا هنستعرضها. اذا المعلم قبل ما يدخل الفصل، قبل ما يدخل الفصل ويبدأ يعرض الحاجات، بيكون محضر حاجات كبيرة جدا جدا، ويكون قارئ في اكتر من مصدر. يعني المعلم عندنا هنا يا مستر المفروض الحقيقة مع الشكل الجديد للعملية التعليمية لازم تكون له مهارات معينة. طيب. ابرز المهارات دي من وجهة نظر حضرتك يا مستر شديد. ابرز اول حاجة هي الاطلاع. لازم يكون مطلع. لازم يكون مطلع. صحيح. لازم يكون عنده ابداع. لازم يكون المهارات في كل المواد. لازم في كل المواد. ولازم يكون طبعا انا المعلم يعني الاستاذ عادل عثمان وكيل وزاره التربيه والتعليم، احنا حظنا جميل جدا محافظه دمياط بوجود وكيل وزاره التربيه والتعليم الاستاذ عادل عثمان بالتنسيق، والحظ الاكبر كمان ان السيد المحافظ عندنا الدكتوره منال عوض هي كمان دكتوره وباحثه. فلما بيكون في تواصل بين الوزاره والمحافظه والاستاذ عادل عثمان وكيل الوزاره بيتابع شغل المعلمين وتدريب المعلمين من الساعة 7 الصبح. هي. طب لغاية الساعة 2؟ لا، مش لغاية الساعة 2. مجرد ما المعلم بينتهي عمله الساعة 2 بيتم التواصل مع أولياء الأمور ومع الطلبة حتى الساعة 9 مساء أونلاين في كل المدارس. هي. كل ادارات محافظه دمياط. هي. عاملين طفره رهيبه جدا جدا وده جدا. يعني هو نموذج. يعني احنا بنشكركم وبنشكر محافظه دمياط على الاهتمام بالعمليه التعليميه بالشكل ده، وواضح انها فعلا تجربه مختلفه، واتمنى فعلا كمان يبقى لينا يعني اطلاع عليها اكتر ان شاء الله. اول حاجه طبعا يعني المعلم حضرتك بقى يا مستر يعني الساعه 9 بالليل شغال، صح كده؟ لغايه الساعه 9 بالتناوب مع زمايله بيجاوب على، لان اولياء الامور حقهم علينا. تمام، حقهم علينا ان احنا فعلا نفهمهم، لان بيجي هو انا هشتغل على ايه، هي منصة ايه، طب نعمل ايه. هنا بقى ده بالتنسيق مع وكيل الوزارة. وكيل الوزارة ادى تعليمات مشددة لجميع الادارات، لجميع الادارات التعليمية في المحافظة بقى. تمام. طب انا مثلا مدرستي في المدرسة دي وعايز، انا سمعت عن حاجة اسمها الايميل الموحد، عايزين نعرفها برضه. عايزين نعرف الايميل الموحد ده ايه. حضرتك روح اقرب مدرسة ليك. اقرب مدرسة ليك. هتخش على غرفة الاي تي. تمام. مجرد بس ما بتدي لهم الكود والرقم القومي بيطلع لك الايميل الموحد اللي هديه. طيب. جميله جدا لطلبه مصر. لا نركز بقى، كل ولي امر كده يركز مع حضرتك يا مستر. كل ولي امر ايه هو الايميل الموحد؟ الايميل الموحد لكل طالب في مصر، لكل طالب في مصر من رابعه ابتدائي لغايه ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي كل طالب له حق في الايميل الموحد. تمام. 365 اوفيس 365 ده ايميل اكثر من رائع، ده ايميل اكتر من رائع. بيمكنه من الدخول على بيتعمل ازاي يا مستر بقى تاني؟ احنا هنقول مجرد الاي تي في المدرسه. تمام. هو المدارس ممكن تبعت الرابط لاولياء الامور اللي مش عايزين يتواجدوا بالمدرسه، مش عايز يتواجدوا في المدرسه، يطلب رابط الايميل الموحد. رابط سريع جدا وسهل جدا. بيروحوا مدخلين الرقم القومي بتاع الطالب اللي بياخدوه من شهاده ميلاد الكمبيوتر زائد الكود بتاع الطالب اللي احنا استخدمناه في الابحاث السنه اللي فاتت اللي مش عارفين. لو في حد مش عارف بيتواصل مع مسؤول التكنولوجيا في المدرسه. ويبدا يعني ينزل الايميل الموحد. اللي مش معاه هو اللي استخدمناه في الابحاث السنه اللي فاتت، الكود ده هو ده كود برده للطالب، ويفضل معاه برده يا مستر من سنه رابعه لثالثه. ده على طول موجود معاه، موجود مع الطالب على طول. تمام. وعملنا الايميل الموحد ده يا مستر، خلاص دخلنا عليه سواء بالرابط من البعت من المدرسه او رحنا عملناه في المدرسه. تمام. من حق الطالب بالايميل الموحد ده يدخل على ايه بقى؟ ودي مهارات الطالب بقى الجديده. اول حاجه. أيوة. اول حاجه الطالب يخش على بنك المعرفه. طبعا بنك المعرفه هي اول خطوات تحويل الطالب من طالب بيحفظ الى طالب قارئ وباحث. ليه يا مستر بقى؟ ده السؤال اللي اي حد هيسالك حالا عليه. بنك المعرفه المعمول بطريقه ذكيه جدا. يعني اول حاجه
انا ممكن اخش من بنك المعرفه من المين بيج من الصفحه الرئيسيه بتاعتها اللي انا اخش على منصه ذاكر وهينزل لي على طول كل المواد بتاعتي كل الناس اللي اشتغلت على الدروس ويجي لي اسئله يجي لي محتوى تفاعلي كل المواد يحجي لي كل المواد بجميع المراحل يعني رابعه يلاقي خمسه يلاقي سته يلاقي ابتدائيه اعداديه ثانوي حضرتك اول ما بتخشي على البوابه الثانيه على طول في بنك المعرفه حضرتك بيسجل الطالب بالايميل الموحد بيجي له باسورد بيخش بيه بيبقى خلاص الموضوع بسيط جدا جدا. طب لو عندنا صعوبه توجه للمدرسه توجه للمدرسه. ده انا هقول لحضرتك اكتر من كده كمان يعني احنا كمان معانا مستر اهو يمكن اللي حضرتك شرحته لنا ده ايه هنا يا مستر ده بنك المعرفه فعلا بنك المعرفة. الطالب بس بيكتب الايميل والباسورد وبيروح داخل على طول. احنا اتفقنا انه الايميل الموحد هندخل على الايميل الموحد الايميل الموحد الطالب بيخش على المرحله الدراسيه بيتم اختيار المرحله الدراسيه بتاعته بيتم اختيار الماده اللي هو عايزها. يعني انا عايز اذاكر فيزياء عايز اذاكر احياء بيسالوا بقى حضرتك عايز الماده بتاعتك دي ايه يعني عايز المحتوى بتاعك ايه فيديو صور نص محتوى تفاعلي لان الفيديوهات عندنا فيديوهات انا عايز بقى اولياء الامور تخش عليها ركزوا بس طيب. مع حضرتك أي. في من ضمن اولياء الامر طب ما هو ممكن الطالب يفتح وما نعرفش احنا عندنا الفيديوهات انواع في فيديوهات تفاعليه في فيديوهات تفاعليه تزامنيه يعني في بعض الفيديوهات مجزاه لو الطالب ما اتفرجش او الطالب ما جاوبش على سؤال في نص الفيديو او في ربع الفيديو مش هيقدر يكمل بقيه الفيديو فلازم الطالب لازم يكمل الفيديو لازم عشان الاسئله في اخر الفيديو في اسئله مجزاه في اجزاء من الفيديو وفي اسئله مجمعه في اخر الفيديو كل كلامنا هنا مثلا بنك المعرفه في بنك المعرفه طبعا تمام في حاجه ثانيه جميله جدا جدا بنك المعرفه بيوفرها لي هي امتحانات واختبارات سابقه سنوات سابقه متاحة. طبعا يا مستر طريقه خلينا برضو نقول ان طريقه التقييم بقت مختلفه تماما الطالب اللي كان معتمد على انه هيسمع بقى الاسئله خلاص لا الطالب عايز منك مهارات انا عايز بقى, انا عايز اقول لجميع الطلبه أيوة. حضرتك ما تحفظش لانك اوريدي داخل بالكتاب اذا انا كوزاره انا مانيش عايز اللي موجود في الكتاب اللي موجود في الكتاب ده موجود ومعروف انا عايز بعد ما حضرتك تقرا اللي في الكتاب وتنوع مصادر المعرفة بتاعتك وتخش على بنك المعرفة وتخش على الناشرون وتشوف الناشرين اللي كاتبين مقالات على الكلام ده هتبدأ بقى حضرتك تطلع رأي شخص ليك ويبقى عندي بدل ما انا عندي طالب بس حافظ معلومة موجودة بالفعل انا ممكن يجي لي طالب يديني حل المشاكل الموجودة عندي بالفعل في المجتمع يعني احنا مستر كده خليني اقول لحضرتك بس واحنا بنرد او بصوت اولياء الامور هيقول لحضرتك يعني احنا ما تعودناش على الطريقه دي في التعليم وانه يعني يمكن الطريقه الاسهل ان انا احفظ الحاجه واحطها على ورقه الامتحان. الحقيقه خلينا نقول ان المعايير دي ما خرجتش الطلبه الا على المستوى المطلوب لسوق العمل على مستوى فرص العمل الجيده، لكن الطالب بقى اللي هيشتغل بالطريقه اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هناخد وقت احنا عارفين علشان يشتغل بالطريقه دي بالتاكيد هيبقى طالب مختلف ومهاراته مختلفه وسوق العمل هيطلبه بشكل مختلف. برضو حضرتك فهمنا الحته دي يا مستر. انا عايز برضو اشيد بالاستاذ عادل عثمان وكيل الوزاره في النقطه دي لان هو في اجتماعاته مع الساده الموجهين ومديرين الادارات اكد على ان احنا نفهم ولي الامر. ايوه يعني اهو ولي الامر مع حضرتك. طبعا قال لنا باللفظ كده دول طلبه مصر ودول معلمين مصر ودول اولياء امور مصر. مشروع التعليم هو مشروع قومي لمصر لا رجعة ان احنا هنطور لا رجع ان احنا نقدم طبعًا. افضل طبعًا. نماذج طبعًا. ان احنا نقدم باحثين وعلماء احنا عايزين باحثين وعلماء ممكن طالب في تانية ثانوي يديني فكره تطلع مصر 10 خطوات قدام مع حضرتك اذا معنى الكلام ده ان احنا كمدارس مفتوحه كولي امر من حقك انك تروح مش فاهم من حقك روح المدرسه مفتوحه مكتب وكيل الوزاره مفتوح من الساعه 7 الصبح وموجود 6 ونص بالظبط وكيل الوزاره موجود في المكان بتاعه 6 ونص بالظبط دي منظومه قوميه مش بس محافظه دمياط مثلا يعني انا عايز اقول انه اي اداره تعليميه او اي وكيل وزاره مفترض عنده تعليمات من الوزاره بانه يتواجد وانه يسهل الامور لاولياء الامور وللمعلمين اكتر من كده ودي حاجه انا بشكر فيها الاستاذ محمد شعراوي مدير اداره التعليم الخاص في اداره دمياط في مديريه التربيه والتعليم بدمياط احنا عندنا المدارس الخاصه بيتم تدريب المعلمين لان برضو دول معلمين مصر والطلبه بتوعهم طلبه ودي تجربه مصر. يمكن مختلفه يا مستر لانه دايما التدريب بيبقى المدارس الحكوميه بس هنا عندكم تدريب الخاص والحكومي عملتوا شراكه مع بعض واصحاب المدارس الخاصه فاتحين مدارسهم لوجود طب احنا عندنا عدد كبير والكورونا وعايزين يكون في تباعد اوكي طب ممكن استفيد بمدرسه ايه المشكله تمام فبقاش في بقى ان احنا حكومه وان احنا خاصه احنا بنغير طريقه التعليم لازم نغير كمان معايير التعامل التعليم حكومي وخاص والكلام ده ما عادش يبقى موجود التعليم مشروع قومي مصر
مصر تستحق مننا كتير جدا، تستحق من اولياء الامور، من اولياء الامور ان احنا نصبر على التجربه ونفهمها. انا سالت او مجموعه من اولياء الامور لما بنعمل حوار مجتمعي ونسال، فيقولوا احنا مش عارفين، احنا مش سائلين الكلام ده. فبسال اسئله بسيطه جدا، طب حضرتك في منصه اسمها منصه حصص مصر، احنا هناخد المنصات بقى مع حكي مستر، نبدا بمنصه شفتها؟ حصص مصر. اول منصه حصص مصر. لا هو حصص مصر لسه طالعه من فتره. لا يعني هسال حضرتك كم منصه عندنا كده نعرف. احنا منصات كتير جدا. لكن الاشهر يعني. حصص مصر. ما دخلتش حصص مصر يا مستر. ايه حصص مصر بقى؟ منصه حصص مصر عباره عن بتبدا من ثالثه اعدادي لغايه ثالثه ثانوي. دي من ثالثه اعدادي؟ من ثالثه اعدادي. ثالثه ثانوي الطلبه برضه اللي هيمتحنوا ثالثه اعدادي ومتخوفين ومش عارفين. ده دلوقتي بدات مراجعات من يوم السبت اللي فات. طيب ركزوا بقى كده، احنا يعني عندكم منصه اسمها حصص مصر. حصص مصر. طب هي دي للطلبه، ده ايه بقى؟ ده عباره عن تطبيق حضرتك بتنزله على الموبايل بتاعك، بتسجل بالايميل بتاعك الموحد، بيتم طلبه يعني يجي لك كده ايكونز، ايقونات يسالك هو انت مرحله ايه؟ انت اعدادي ولا ثانوي؟ لو انت اعدادي ثالثه اعدادي، ولو ثانوي اولى او ثانيه او ثالثه. ويبدا بقى يقول لك احنا عندنا حاليا متاح ماده اللغه العربيه، ماده الرياضيات، اللغه الانجليزيه. ابدا حضرتك اختار وابدا اتفرج، من حقك انك تعمل تعليق. تمام؟ جميل جدا وسهل جدا وبسيط جدا ومش محتاج فيه اي حاجه. ده بالايميل الموحد يا مستر؟ بالايميل الموحد 365 اوفيس 365. اذا ولي الامر النهارده كل ولي امر يسال ابنه انت عامل ايميل موحد ولا مش عامله؟ لو مش عامل ينزل بكره الصبح، ينزل الصبح بكره الجمعه. يعني هينزل من اول يوم السبت ان شاء الله يتوجه للمدرسه. تمام؟ يتاكد ان هو عامل الايميل الموحد، لانه ده اللي هيكون مفعل الايميل على الاوفيس. ده الوسيله لدخول كل الايميلات، كل التطبيقات اللي احنا بنتكلم عنها للتعليم. تمام. عندنا تطبيقات ايه تاني او منصات ايه مهمه مثل احنا عندنا يعني اهم منصه وموجوده من بدري خالص، منصه البث المباشر. البث المباشر ودي بقى مش محتاجه ايميل ولا محتاجه اي حاجه. ده انا ممكن اشوفها على الشاشه السمارت بتاعتي البيت، اي محرك بحث، اي موبايل، مرحله ابتدائيه اعداديه ثانويه. على منصه البث المباشر حضرتك بتكتب منصه البث المباشر. نكتب ثلاث كلمات كده يا مستر، منصه البث المباشر. اخش عليها برضو؟ بتخش عليها على طول. سنه كام كله؟ كل مراحل، كل مراحل ابتدائي او اعدادي او ثانوي. تمام. الطالب بيخش على منصه البث المباشر زي ما هي موجوده، منصه جميله جدا ورائعه. هيقول له المرحله ايه؟ يقول له انا مرحله ابتدائيه، مرحله اعداديه، مرحله ثانويه. طب اختار المواد بتاع، هيروح بقى هنا نزل له جدول. هنا بقى ليه بقى الحته دي جميله جدا، حته الجدول دي؟ يعني مع حضرتك يا مستر اتفضل. لان بعد ما الطلبه بدات تقعد نتيجه الكورونا، المدرسه كانت هي اللي بتقود، المدرسه هي اللي كانت بتعمل جدول. فالطالب بيروح بيعرف ان عندي الحصه الاولى عربي، الحصه الثانيه انجلش، الحصه الثالثه فرنش. تمام، اوكي. طب دلوقتي الطالب ما بيروحش، انا كولي امر لازم اتابع الجدول بقى، يعني لازم يكون عندي جدول، لا اما انا اعمل له جدول لا اما استخدم الجدول الموجود على البث المباشر. عامل له جدول من الساعه، فتره صباحيه وفتره مسائيه. الفتره الصباحيه بتبدا من الصبح بدري، من الساعه 9 الصبح، من 9 ل 10 عندك تاريخ اولى ثانوي. الطالب يضغط عليه، بيكون منزل تطبيق التيمز على طول، مايكروسوفت تيمز، بيروح داخل مباشره. هنا بقى في ايكون، في هنا عندنا مدرس ومدرس مساعد. لو حضرتك عندك اي استفسار والمدرس شغال، حضرتك بتكتب الاستفسار بيترد عليك دايركت مباشره. ممتاز يا مستر والله. ده حاجه ثانيه. طب انا عندي مثلا، انا صحيت متاخر، كل ده جهد الوزاره يا مستر كمان، احنا متاكد ان كل ده الوزارة. كل ده جهد الوزاره. عشان كده الوزاره بتقوم بدور رهيب والله، يعني الوزاره بتقوم بدور جداً رهيب. بس هو يمكن الحقيقه مستر، بس كمان هنا في يعني نقطه، انه يمكن مش واصله الجهود لاولياء الامور. احنا مع حضرتك اهو في القنوات التعليميه، انتوا ابحثوا من خلال محركات البحث المختلفه، لازم ندور ايه المنصات الموجوده. وفعلا اكيد بجد لما نلاقي مثلا 10 منصات الوزاره عاملاها، اكيد في استفاده كبيره جدا هتحصل، واكيد في ماده علميه كبيره جدا هتقدر تستفيد. ما اتكلمناش على التلفزيون لسه، التلفزيون احنا معاك يعني القنوات التعليميه. يعني احنا بنتكلم على الالكتروني، ما جبناش لسه سيره خلينا التلفزيون. التلفزيون ده موضوع تاني والله، موضوع تاني ممتع كبير جدا، يعني موضوع تاني وموضوع ممتع. اذا احنا دلوقتي عايزين ولي الامر يقوم بدوره حقيقي، والطالب يقوم بدوره، والطالب يقوم بدوره، واولياء الامور يسيبوا الطلاب يقوموا بدورهم يا مستر. تمام. يعني يا ريت بجد المساحه اللي احنا نخلي فيها طالب يتعلم لما بنفسه دي مهمه. ابني لما الخم ابني بدروس، الدروس دي هي حفظ فقط، هي حفظ فقط ومش الدروس الخصوصيه يا مستر بقى، مش هو ده اللي احنا عايزينه، ومش هو ده شكل التعليم اللي احنا عايزينه، ومش هو ده شكل الطالب اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين طالب يحفظ معلومه وتحتها على طول سطر في سؤال مدرس حله له كمان، يبقى هو دلوقتي فين؟
والله يا مستر يعني المعلومة اللي أكيد الطالب بيبحث عليها بإيده، اللي بيدور عليها، تعلم اللي الذاتي اللي بيحاول القرن 21 بالظبط كده. لو حاولنا يعني فكرة التعلم الذاتي دي يا مستر لو وصلنا لها أكيد شكل التعليم في مصر هيختلف تماما. عايزين الطالب يكون عنده مهارات القرن 21، أهمها الإبداع، أهمها الابتكار، أهمها التعاون بين هيتعاون بقى وهو ياخد درس خصوصي بس ومش بيدور على معلومته مش هينفع. لو هو بياخد دروس كتيرة جدا ما عندوش وقت ان هو يخش على المنصات اللي الوزارة عاملاها، هو بس بينتقد لان هو مش عارف. احنا حضرتك شايف واكيد والله مستر يعني انا شايفه ان حضرتك مقتنع جدا ومؤمن جدا بالشغل اللي بتعمله، وربنا يوفقكم لما نشوف ان معلمين مصر حابين التطوير وحابين ان هم يشوفوا الطلاب بشكل مختلف. مفيش رساله اسمى من كده ان المعلم يبقى كده. يعني بمناسبه التطوير، بعد جائحة كورونا على طول يعني في شهر 3 السنة اللي فاتت أول ما الجائحة حصلت قامت محافظة دمياط بعمل منصة دمياط التعليمية، كان المشرف عليها كان عملتوا برضو تجربة لحضرتكوا اسمها عملنا تجربة بدأناها منصة كان القائم عليها الأستاذ أمين الخياط والأستاذة علا العالمي موجهين ومشرفين ومنسقين تعليميين بمجهود ذاتي كده مجهود ذاتي منصة دمياط التعليمية قامت بشرح بتعريف إيه هو التيمز، ايه هو التطبيقات الالكترونيه، رفع مستوى ومهارات المعلم. تمام. اللي بعدها بقى وحده الدمج التكنولوجي ومحافظه دمياط، دعم مباشر من وكيل الوزاره الاستاذ ميرفت رمزي بتدرب معلمين ليست في دمياط فقط، التعليم ده اونلاين. وحده الدمج التكنولوجي، وانا هنا بدعو جميع مدرسين مصر حضور تدريبات وحده الدمج التكنولوجي بمحافظه دمياط. الرابط بتاعها بيكون متاح جدا وسهل جدا. بيتم رفع كفاءة المعلمين الى اقصى درجة. ازاي اكتب ورقة على الوورد، ازاي اكسل، ازاي استخدم تطبيقات اوفيس 365، ازاي اعمل فيديو تعليمي، لان الفيديو التعليمي وخصوصا في المرحلة الابتدائية الطالب دايما بيبقى مرتبط بالمعلم بتاعه والمعلمة بتاعته. طب انا عايز اوصل له بالظبط، عايز اوصل بالظبط. فقمنا بعمل تدريبات للسادة المدرسين ازاي اعمل فيديو، بدانا نعمل كرتون فيديو عن طريق مواقع. تمام. وحده الدمج التكنولوجي عملتها في دمياط ودخل عليها مدرسين من اسيوط من سوهاج من المنيا من الفيوم. يعني كل التحيه وتقدير لكم والله. لا محافظه دمياط بجد، وبندعو كل مدرسين، وانا هترك الروابط. تمام. هترك احنا وقتنا قرب ينتهي مع حضرتك الحقيقه، بس تجربه دمياط تجربه فريده ومعلمين دمياط بجد كل جدا. التحيه ليكم وكل التقدير ليكم وربنا يوفقكم. بتختم حضرتك برساله بقى يمكن لكل المعلمين وكل اولياء الامور شايفينك بعد ما اتكلمنا ان احنا العمليه التعليميه الحقيقه في مصر بتمر بمرحله يعني نقدر نقول فاصله جدا انتقال. والتحول من التلقين الى الابتكار. اتفضل يا مستر، تحب حضرتك تقول ايه؟ انا بحب اقول ان المشروع القومي المصري مشروع وطني، والتعليم في مصر اصبح يعني ده مشروع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وانا ادعو كل اولياء الامور، كل الطلبه، كل المدرسين للمسانده والوقوف على التجربه. ممكن يتعاونوا مع تجربه دمياط؟ يعني ممكن حضرتك مستعدين كتجربه دمياط ناخد التعاون مع المعلمين الاخرين؟ عمل تدريبات شامله عن جميع التطبيقات اوفيس 365، عن جميع تطبيقات ازاي نعمل فيديو تفاعلي تزامني، ازاي نعمل فيديوهات، ازاي ندور للطالب على المعلومه او نقول له ازاي تبحث عن المعلومه او الخطوات بتاعته لعمل المعلومه. انا بشكركم جدا. هي بنشكرك جدا مستر شادي وكل التوفيق وبجد كل التقدير والاحترام لكل المعلمين اللي ساهموا معاك في التجربه دي، وربنا يوفقكم ان شاء الله، ونتمنى نشوف شكل التعليم في مصر باذن الله بايديكم شكل مختلف ان شاء الله الفتره الجايه. انا شكرا لحضرتك. شكرا جدا استاذ شادي عابد معلم اللغه الانجليزيه، وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل سريع وبعد الفاصل بنكمل فقراتنا، انتظرونا.